بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه. فيها نتوقف عند تجديد باريس دعمها الواضح والمستمر للمقترح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية، اقتراحها على صعيد آخر 3 عقود من الشراكة على المغرب، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الرباط في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية. مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو دكتور رامي خليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا بك حكيم، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. مرحبا، كل الترحيب، ورحب أيضا بضيفي في الجانب المقابل دائما في الاستوديو مشاهدينا الكرام الأستاذ باسم سالم المحامي، أهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا، أهلا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. سؤال، ما تعليقكم على هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب، وهل سوي الخلاف بين البلدين؟ أطرح عليك سؤال أولا دكتور رامي خليفة العلي، البحث في الفلسفة السياسية، سيجورني في الرباط. أشك بأنها زيارة مهمة وربما تتجاوز الكثير من العقبات التي طالت العلاقات الفرنسية المغربية. دعنا نشير إلى أن هذه العلاقات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا، أولا للعلاقات التاريخية ما بين البلدين والتي استمرت لعقود كما تعلم، أيضا لوجود فرنسا في القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، تراجع النفوذ الفرنسي في دول الساحل والصحراء وتبقى المغرب مرتكزا أساسيا لهذه العلاقات، أيضا العلاقات المتشابكة للغاية من الناحية الاقتصادية والثقافية والجالية المغربية الكبيرة هنا في فرنسا، حتى الجالية الفرنسية في المغرب كما تعرف أن هنالك عدد كبير من الفرنسيين الذين يمضون تقاعدهم وهنالك سياح كثر من الفرنسيين، وبالتالي هذه العلاقات ذات أهمية استراتيجية. ولكن لا يمكن على الإطلاق حكيم الحديث عن علاقات المغرب مع أي دولة سواء كانت فرنسا أو غيرها دون الحديث عن الصحراء. ملف الصحراء هو ملف أساسي في هذه العلاقات وكيف تتعاطى فرنسا الحقيقة. يعني قبل أن نتحدث عن مسألة الصحراء، هل تعتقد اليوم أن الخلاف سوي أم أنه في طور التسوية؟ بانتظار زيارة الدولة التي سوف يقوم بها الرئيس ماكرون إلى المغرب، ولكن باعتقادي بأن هنالك الكثير مما تم تحقيقه في هذا الإطار. طبعا تعرف أن هنالك كانت عناصر أساسية في هذا الخلاف، منها التجسس على سبيل المثال، ولكن فرنسا نفته الرباط بشكل قاطع في قضية بيجازوس. ضيفي الأستاذ باسم سالم المحامي، وزير الخارجية الفرنسي يقول اختيار المغرب كأول زيارة لي إلى المنطقة جاء باعتبار وجود رابط استثنائي تحدث عنه ضيفي أيضا منذ لحظات، والرئيس ماكرون يريد أن يستمر هذا الرابط، هكذا يقول سي جورني. كيف تقرأ أنت هذه الزيارة، وهل الأزمة فعلا من الماضي بين البلدين؟ بعتقد لا، الأزمات رح تبقى موجودة بين المغرب وبين الجزائر وبين الدول، بهيك سياسة تخبط عم تقوم فيها السياسة الخارجية الفرنسية. يعني بعد ما سبقتها كل الدول الأوروبية بالاعتراف بالصحراء، بالحكم الذاتي بالصحراء، بحق المغرب بأن يكون هناك سلطة على الصحراء، بيجي بلاقي فرنسا هي آخر الواصلين للاعتراف بهذه المسألة. لا يعني تعترف بعد. تمام، يعني لكن هي يعني عطت موافقة ضمنية إنه هي موافقة من هذا الشيء. طبعا احنا بنعرف إنه هذا الشيء ليست هناك، حتى نكون دقيقين، إن كل كلمة بحسابها، هي جددت دعمها للمقترح راح المغربي، سنأتي على ذلك خلال لحظات. وأعرب حتى وزير الخارجية الفرنسي عن استعداد فرنسا للتقدم في هذا الأمر. أنا معك، يعني حتى بهي النقطة فرنسا ليست صريحة وليست واضحة، هي تريد أن تتلاعب بالطرفين، هي تريد دائما أن تلعب فترة على مع الجزائريين وفترة مع المغاربي بهذا الموضوع. يعني إلى الآن غدا سنرى هناك كمان شد وصد ورد بين الجزائريين وبين الفرنسيين حاليا، وزيارة رئيس طابون تتأجل أشهر بعد أشهر بعد أشهر. يعني سياسة فرنسا بهذا المحور بالتحديد بين المغرب والجزائر هي اللعب على الحبلين. طيب ما الذي تغير في هذه اللحظة؟ قبل نتحدث عن الموضوع المهم في الحلقة والمهم أيضا بالنسبة للمغرب، الموضوع رقم واحد وهو الصحراء الغربية، لماذا الآن ما الذي جعل هذه الزيارة تتم؟ هل هي نتاج ضغط سياسي داخلي في فرنسا؟ هل هي نتاج قناعة لدى فرنسا فعلا بأهمية هذه الروابط مع المغرب، أم أنها نتاج ما وصف بخيبة أمل بسبب تعثر التقارب مع الجزائر؟ سيد رامي العلي، لا أعتقد بداية أنه نتيجة لتعثر العلاقات مع الجزائر، ما تزال تلك العلاقات قوية. طبعا تعثر التقارب مؤشر، ثم ملفات عديدة تحول حتى هذه اللحظة بتصريح حتى وزير الخارجية الجزائري دون زيارة الرئيس الجزائري تبون إلى فرنسا. طبعا ملفات شائكة تبون إلى فرنسا. ما أقصده حكيم بأن مؤشر العلاقات ما بين فرنسا والجزائر سوف يبقى كالخط البياني الذي يرتفع وينزل. هنالك علاقات تاريخية معقدة، وهنالك الاعتراف بالذاكرة، وفي
صلب العقلية الجزائرية، في صلب الوجدان الجزائري، ما تزال فرنسا هي المستعمر القديم، لم نخرج بعد من مختلف التاريخ. الوضع مع المغرب اليوم من وجهة نظرك، ما الذي جعل هذه الزيارة تتم في هذا التوقيت؟ ما أقوله أنه ليس العلاقات مع الجزائر هي التي تفرض هذا التحول، ولكن فرنسا الحقيقة خلال السنوات الماضية من حكم ماكرون كان هنالك تعثر في السياسة الخارجية. دعنا نذكر بصفقة الغواصات، دعنا نذكر باستبعاد فرنسا من التحالفات التي نشأت في المحيط الهادي والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، دعنا نذكر أيضا بانسحاب فرنسا من دول أفريقية، التعثر في دول الساحل والصحراء، ولكن هنالك مرتكزات لهذه السياسة الفرنسية بالبعد الاستراتيجي وبعد المصالح الاستراتيجية الفرنسية، فإن لديها مصلحة بإقامة علاقات مع الجزائر وإقامة علاقات مع فرنسا. هنا يجب أن تسير فرنسا على خط متوازن ما بين الطرفين، وهذا امتحان للدبلوماسية الفرنسية، وسوف نرجع إلى ذلك. طيب، في مسألة الصحراء، ما الذي سرع إن كان الوصف في محله بهذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب؟ نعلم أن سبقتها زيارات وزارية، زيارات متعلقة بالتنمية أيضا، لماذا هذه الزيارة ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ أنا برأيي ما في علاقة مميزة بين المغرب وبين فرنسا نهائيا، لأنه إحنا شفنا كمان لما تم فرض عقوبات على المغرب بمسألة التأشيرات، وكيف إنه السفير الفرنسي قلي سطيل النصف، تمام، وكيف إنه السفير الفرنسي تراجع عن هذا الشيء وتقريبا قدم اعتذاره عن هاي الخطوة اللي قامت فيها فرنسا. يعني إحنا عم نشوف المصلحة دائما وين بتلعب فرنسا. حاليا إحنا بنعرف إنه ب 2030 المغرب سيستضيف كأس العالم، فبالتالي تطمح فرنسا إلى الاستثمارات فيما سيقوم به المغرب في كأس العالم بالمنشآت وغيرها من هذه المسائل. كان لها مصلحة في أزمة الطاقة، فكانت هي أقرب للجزائر بهاي النقطة. الآن فرنسا مشروع الأطلسي للانفتاح على الساحل أيضا، تمام، حتى في نقطة تانية مهمة، نحن كل ما بنشوف فرنسا قربت لليمين فهي بتكون أقرب إلى المغرب، قربت أكثر تراجعت عن اليمين فهي بتكون أقرب إلى الجزائر. يعني حتى لما كان في هناك عقوبات على المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بسبب حرية الصحافة، كان هناك قرار ضد المغرب، اتهم المغرب فرنسا أنها وراء هذا القرار. فبالتالي يعني دائما نشاهد أن العلاقات بين اليمين واليسار في فرنسا تتأثر بين الجزائر والمغرب، يعني ليس هناك أي واضح. المصلحة الفرنسية أهم من كل شيء، لكن المعيب في ذلك أن هذه المصلحة هي لا تنظر إلى أفق أبعد من سنة أو أشهر حتى. يعني ما بنشوف أنه ضبطت العلاقة مع الجزائر أن اختلفت العلاقة مع المغرب خلال أشهر، بنفس الوقت بنفس السنة بنلاقي لا العلاقة استاءت أكثر مع المغرب فهي صارت أحسن مع الجزائر. يعني هي مي سياسة، هذا تخبط في السياسة الخارجية لفرنسا. وهذا سنتحدث ربما على مسألة التوازن في الدبلوماسية الخارجية تجاه المنطقة المغربية، ونأتي على الموضوع الأهم والأبرز خلال هذه الزيارة الذي كان ينتظره الكثيرون. سيجورني وزير الخارجية الفرنسي يقول حرفيا بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا لخطته للحكم الذاتي، وإن الوقت قد حان للتقدم أكثر في هذا الملف. ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟ ما الذي يعنيه بهذا التقدم؟ وهل نلحظ تغيرا في الخطاب؟ دعني بداية أختلف مع التوصيف من أن السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالعلاقة بالعلاقة مع المغرب والعلاقة مع الجزائر بأنها متخبطة. دعني أقول أنها تحاول أن تكون متوازنة، لأن قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب هي تايوان بالنسبة للصين، بمعنى أن هذه قضية وجودية، والمغرب تقيم سياستها الخارجية بالنظر إلى مواقف الدول من هذه القضية، هي أيضا ذات إرث تاريخي بالنسبة للجزائر، وبالتالي فرنسا تحاول أن تأخذ موقفا متوازنا. كان موقفها متقدما بالنسبة للمغرب عندما اعترفت أو شجعت واعتبرت أنها خطة قابلة للحياة، خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، مقترح جاد وذا مصداقية، هذه هي العبارة تماما. وبالتالي هذا كان موقف متقدم بالمناسبة حتى على الدول الأوروبية وعلى الدول الغربية، وكان هذا هو الموقف الرسمي وما زال ظل يراوح مكانه، لم يتم التقدم. ولكن ما الذي حدث؟ أن الدول الأخرى تقدمت في مواقفها، الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب نتيجة حسابات في العلاقة مع إسرائيل وما إلى آخره، فقام بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، تلتها إسبانيا، وإسبانيا لها حضور أيضا في منطقة شمال أفريقيا وفي العلاقة مع المغرب، وبالتالي هنا تقدم الجميع وبقيت فرنسا. لكن فرنسا مضطرة إلى هذا البقاء، هو ليس خيارا ولكن هو من واقع علاقتها مع الطرفين. لا تريد فرنسا ولا تستطيع أن تقطع علاقتها مع الجزائر أو أن تضر بتلك العلاقة. صحيح كما ذكرت أن هذه العلاقة ترتفع وتنخفض
ينخفض بحسب الحكومة وبحسب كثير من المعطيات، ولكن في نهاية المطاف تعلم باريس أن هنالك هامشا أحمر لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بقضية طيب الصحراء. ولكن هل لمست تغيرا في لهجة الخطاب أو استعدادا ربما لتغيير لهجة الخطاب من خلال تصريحات سيجورني حين يتحدث عن أن الوقت قد حان للتقدم أكثر في الملف؟ سوف ندور حول اللغة والمفردات، ولكن دون أن يعني ذلك تغييرا حقيقيا في المواقف الفرنسية، لأنه كما ذكرت سوف تبقي فرنسا علاقتها متوازنة، لا تريد أن تضر بعلاقتها مع الجزائر لحسابات الطاقة كما ذكر ضيفك، وأيضا لحسابات المصلحة الدبلوماسية والمصلحة الاستراتيجية. ستحدثني ما إذا كان هذا الموقف مرضيا وكافيا بالنسبة للمغرب خلال لحظات، ولكن ماذا عن رأيك أنت أستاذ باسم سالم المحامي؟ فرنسا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي وتؤكد على إرادة التقدم في هذا الملف، ما الذي تفهمه أنت من ذلك؟ أنا بفهم أنه في حدا بالإليزي أخذ قرار، بما أنه إسبانيا اعترفت وتقدمت بهي الخطوة وكان في توتر بالعلاقات بين إسبانيا والجزائر وفترة فعلا شفنا ضغوطات جزائرية كبيرة على إسبانيا كان بخط الغاز وغيرها، لكن تراجع الجزائري وأنه هاي الهفوة الإسبانية مرقت، فبالتالي فرنسا تشجعت بها النقطة أنه لا إحنا فينا نعمل مثل إسبانيا، فينا فعلا نعترف بالصحراء المغاربية. لكن أنا برأيي اليوم أنا برأيي حتى اليوم أنه هناك وعود أخذتها الحكومة المغاربية من سيجورني أنه سيتم الاعتراف رسميا بهذا من الرئيس ماكرون، أنا برأيي هذا سيتم، لكن تقصد أن ثمة وعود أثناء زيارته، لأنه في زيارة مرتقبة لرئيس ماكرون لهذا السبب. ضيفي منذ لحظات كان يتحدث عن الجزء الذي كان مخصص ربما لحديث أو لخطاب سيجورني، وقال ضمنيا قال على الأقل ما فهمت منه أن البقية ستأتي وستتم تكملة هذا الجزء خلال زيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا ما نجحت مساعي تحسين العلاقات بين البلدين، أنه ثمة إشكالات يعني وملفات أخرى. مثل ضيفك الكريم حاليا دائما المغرب هي تتحدث من منظار الصحراء، كل من يعترف بالصحراء، كل من يعطي موافقات على أنه فعلا الاعتراف الذاتي والمشروع المغاربي بالصحراء، فهو بالتالي نكون هناك علاقات متميزة بيننا وبينه. تأخر فرنسا هل يمكن أن تأخر فرنسا جاء المتأخر، لكن هل يمكن أن تذهب فرنسا في هذه المرحلة مع التزامها بالمسار الأممي كدولة عضو أيضا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن أن تعترف بمغربية الصحراء؟ فعليا لازم، يعني إذا نحن نحكي بحسب القانون الدولي وبحسب الاتفاقيات وبالاتحاد الأوروبي اللي هي فرنسا عضو فيه، فبالتالي فعلا فرنسا أن تخطو هذه الخطوة، يعني لم يعد مقبول أن تتردد أو أن تكون بطيئة في هذا المنحة، لكن علاقتها بالجزائر هي ما يمنعها. بس أنا برأيي التوقيت هو خاطئ جدا، يعني يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة الجزائرية أنه نحن سنعمل هاي الخطوة، أنه هاي الخطوة ما بتأثر على العلاقات بين الجزائر، لكن هيك فجأة بتخذ القرار، فجأة بناخذ قرار بعدم منح التأشيرات، فجأة بنقول هناك تجسس، هاي مي سياسة، هذا فعلا تخبط، هذا عم بيسيء للعلاقة بين الجزائر والمغرب بكل الطرفين. يعني نحن عم نشوف فعلا فرنسا لا تستطيع أن ترضي الطرفين لأن قراراتها فجائية، قراراتها ليست مدروسة، قراراتها ليست بالتنسيق مع القيادة المغربية أو حتى مع القيادة الجزائرية في اتخاذ هذه القرارات. أنا برأيي لو كان في استيعاب فعلا للجزائر أنه هاي الخطوة نحن مجبورين عليها، هاي الخطوة هي منحة أوروبي، منحة أممي، منحة دولي، فبالتالي رح تتفهم الجزائر هذا الشيء. لكن نضل عم نماطل من فترة للتانية وخلال أشهر من غير موقفنا، هذا بيخلي أنه الجزائر فعلا تكون غير راضية عن هذه السياسة. طيب ما رؤيتك أنت؟ هل تعتبر أن هذه التصريحات اليوم تعتبر مرضية بالنسبة للجانب المغربي الذي لا ينتظر أكثر لا أكثر ولا أقل من الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربي؟ باعتقادي بأن فرنسا لن تعترف بصحراء بمغربية الصحراء الغربية كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسبانيا، ولكن البديل عن ذلك أن يتم التركيز مرة أخرى على مشروع الحكم الذاتي باعتباره مشروعا جادا يمكن أن يكون دعمها في المسارات الأممية على تماما سواء في مجلس الأمن أو في المسارات كما أسميتها المسارات الأممية. لكن هنالك نقطة أخرى ونقطة فارقة وتم الحديث عنها اليوم في المؤتمر الصحفي، هو أن فرنسا سوف تقيم مشاريع ثقافية واقتصادية في الأقاليم الجنوبية في منطقة الصحراء الغربية، وبالتالي هذه خطوة إلى الأمام دون الاعتراف، وهي خطوة متقدمة عما ذكر من مسألة الحكم الذاتي مشروع المغربي. وبالتالي باعتقادي أن طبعا عندما نتحدث عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر أو علاقة إسبانيا بالجزائر، هذا أمر مختلف عن العلاقات الفرنسية. فرنسا بحاجة إلى الجزائر ليس فقط بالمعنى الاقتصادي، ولكن
حتى بالمعنى الأمني والاستراتيجي. كما تعلم حكيم فإن القوات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل والصحراء في مالي والنيجر وغيرها كانت مرتكزة لوجستيا على الجزائر بالدرجة الأولى، التي كانت تمثل خط التزويد بالوقود للطائرات التي كانت تذهب من هنا من فرنسا. وبالتالي المسألة جد معقدة، وفرنسا لا تستطيع التضحية ولا تستطيع الإساءة إلى علاقتها مع الجزائر بحساب علاقاتها مع المغرب. لذلك أنا لا أسميه تخبط، وإنما محاولة لإيجاد ذلك الخيط الرفيع في التوازن ما بين الجزائر والمغرب. مساعي تحسين العلاقات مع المغرب، هذه مساعي إلى أي مدى بإمكانها أن تزعج الجزائر تحديدا؟ هل هذه الخطوة محسوبة من قبل أو محسوبة العواقب من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ وفي الثلاثاء ستكون هناك زيارة مرتقبة للأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، ستلتقي نظيرها هناك وفق الأجندة المرتقبة، ستلتقي أيضا وزير الخارجية أحمد عطاف. كيف ترقب ذلك؟ أنا برقب ذلك أنه فعلا السلطة الأبوية لفرنسا بعلاقتها بين المغرب والجزائر ما زالت موجودة. يعني كان لازم تتمها الزيارة قبل أن يقوم وزير الخارجية بزيارته إلى المغرب للتنسيق مع الجزائر بهذه الأمور. هلأ العلاقة أكيد متميزة بين الجزائر، حتى الجزائريين متميزين بالقانون عن غير باقي الجنسيات في القانون الفرنسي، فبالتالي يجب أن تبقى هذه العلاقة متميزة برأيي فعلا، لأنه مصلحتها الاستراتيجية وحتى الاقتصادية هي مع الجزائر. خطوة مزعجة بالنسبة للجزائر التي أقدمت عليها فرنسا. مثل ما قلت لك أنا برأيي الإليزي أخذ هذا القرار، أنه العلاقة كانت توترت فترة بين إسبانيا والجزائر بسبب الاعتراف الضمني أو الاعتراف الذاتي أو المشروع المغاربي في الصحراء. لما بنعمل هذه الخطوة نحن كمان، هو رح يكون غضب بسيط وبعدين ممكن أن تتخطى الجزائر وترجع علاقات إلى سابق عقدها، لكن لا ما هيك بيصير، لأنه الجزائر وفرنسا ليست العلاقة بين الجزائر وإسبانيا هي بالمثل. ماكرون كان أغرب المغرب بمساعي التقارب مع الجزائر، واليوم لعل الآية تنقلب بهذا الشكل. كيف ترقب أنت هذا الأمر، وهل تجد فرنسا ربما نفسها في موضع أو في موقع حرج تجاه الجزائر التي لا ترغب في توتير العلاقات معها؟ هلأ الجزائر هي لا تريد توتير العلاقات حتى مع فرنسا، ولكن ليس أمام مسألة الصحراء، هي مسألة وطنية، هي مسألة قومية لألو بالنسبة لألون. فبالتالي التنازل عنها مع فرنسا هو الورقة الأخيرة التي خسرتها الجزائر، فبالتالي سيكون هناك صراع أنا برأيي أكثر من الصراع اللي كان مع إسبانيا بالتحديد. يعني لن تتنازل أنا برأيي الجزائر عن مطلبة بعدم اعتراف فرنسا أو عن أنه لا تدعم هذه القضية وأن يكون هناك موقع فرنسي. تمام. يعني حتى فرنسا حتى الآن هي لا تقول أننا نلتزم بالقوانين الدولية، أن يكون هناك تحقيق، أن يكون هناك استفتاء، أن يكون هذه التصريحات لا نسمعها أبدا. يعني يجب فرنسا أن تكون الكرة ليست في ملعب فرنسا، في ملعب المجتمع الدولي، في ملعب الاتحاد الأوروبي. ليست فرنسا هي من تقرر أن هذه الصحراء مغربية أو غير مغربية، يعني ليس الاعتراف هو من سيقرر مغربية الصحراء أو عدم مغربيتها، لكن فرنسا تريد دائما اللعب بهذا الخيط الحساس بين الدولتين لكسب مكاسب سياسية واقتصادية، كانت على حساب المغرب أو حساب الجزائر. الجهود التي توصف بغير المجدية في محاولات التقارب مع الجزائر، والتي عطلت حتى زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي كانت مقررة في يناير الماضي حتى، هل هذا التعثر أو هذه الجهود غير المجدية تفسر نوعا ما التسريع في الوتيرة؟ ضيفك لم يكن متفقا مع هذه النقطة تحديدا. حتى اليوم إذا شفنا بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة يجب أن نتعامل الدولة الند بالند، يعني تشعر كل من المغرب والجزائر أن ليس هناك ندية بالتعامل مع الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية، وحتى سمعنا هذا من قبل في الجزائر، نحن نريد أن تكون الدولتين بالند بالند، لن نعد نقبل هذه السياسة السلطوية الأبوية، أنه يتم فرض القرارات علينا، يجب أن يتم نقاشنا في هذه الأمور، لم تعد المغرب والجزائر هما مستعمرات فرنسية كالسابق. أنا طيب. زيارة الأمين ستعقب على ماذا بيلي؟ زيارة الأمين العامة لوزارة الخارجية الفرنسية أماري ديكوت التي ستلتقي نظيرها وزير الخارجية أيضا الجزائري، هذه زيارة ما الذي يفهم منها من وجهة نظرك؟ هل يفهم منها أن باريس عازمة أيضا على مواصلة جهودها بالتوازي لتحسين علاقاتها مع الجزائر؟ هل تبعث بهكذا على الأقل إشارات إلى الجزائر؟
بكل تأكيد باعتقادي طبعا، هنا أعيد وأكرر بأن فرنسا ليست ذاهبة باتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، هذا قولا واحدا، ولكن تقول أنه بشكل عملي ولكن بشكل قد تعترف بشكل غير مباشر من خلال ربما نوع من تبقي على نفس موقفها الاستثمار في الأقاليم في الأقليم المتنازع عليه. صحيح، بمعنى أنها تبقي على نفس الموقف بالإضافة إلى رتوش لغوية إذا شئت، لكن هذا صحيح سيفتح إشكالا حتى مع الاتحاد الأوروبي في ظني، أنه ثمت هذا الاتفاق، اتفاق صيد السمك والزراعة أيضا ما بين الرباط وبروكس الذي يطرح إشكالا، وسيكون من الملفات الحساسة أيضا في المنطقة. صحيح، صحيح تماما، لكن باعتقادي أننا لم نصل إلى الموقف الأمريكي أو الموقف الإسباني الاعتراف الكامل بالصحراء الغربية، وهذا الحقيقة يحدد السياسة الفرنسية بأنها قائمة على أساس التوازن، وبالتالي فرنسا معنية بالحفاظ على هذا الخط المتوازن في العلاقات مع المغرب. طيب معنية، ولكن هل هي قادرة عليه؟ هل لديها الإمكانات للمحافظة على هذا الخط التوازن؟ لا، هنا 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 الحقيقة في هنا هنالك وكأن كلامنا يشي بأن فرنسا بحاجة إلى المغرب وبحاجة إلى الجزائر، بينما هذه الأطراف ليست بحاجة إلى فرنسا، وهذا الكلام غير دقيق. هذه الأطراف أيضا مصلحة متبادلة، حتى وزير الخارجية صحيح تماما، هذه الأطراف كلها لديها مصلحة مع فرنسا، لديها علاقات اقتصادية متشابكة، لديها خذ على سبيل المثال للحصر مصنع السيارات رينو الشركة الفرنسية لديه فرع يعمل في المغرب، هذا مثال ضمن مجموعة كبيرة من الأمثلة، العلاقات الثقافية والتاريخية والتعليمية، هنالك عدد كبير عشرات الآلاف من الطلاب سواء من الجزائر أو من المغرب الذين يدرسون في الجامعات والمدارس الفرنسية، هنالك علاقات اقتصادية متشابكة للغاية، هنالك علاقات أمنية واستراتيجية، وهي تعطي قوة بالمناسبة لهاتين الدولتين في تعاملها مع الأطراف الأخرى سواء في أفريقيا أو في مناطق أخرى، وبالتالي هنالك مصالح متبادلة، وكل طرف سواء الجزائر أو المغرب لديهم المصلحة في الإبقاء عليها. فرنسا ذاهبة باتجاه بناء علاقات متوازنة مع كلا الطرفين، أو على الأقل هذه هي المحاولة. الآن هل هنالك ربما سوف يكون انزعاج جزائري، وإلى أي مدى سوف يصل هذا الانزعاج الجزائري؟ لا أعتقد أنه سوف يهدد العلاقات بشكل كامل، كما ذكرت العلاقات الجزائرية هي في خط بياني ينزل ويهبط ولكن ويصعد مرة أخرى، ولكن باعتقادي أن الجزائر تريد هذه العلاقات الجيدة مع فرنسا، المغرب تريد هذه العلاقات الجيدة مع فرنسا، وبالتالي هذه مصلحة لكافة الأطراف. رغم أن زيارة الرئيس الجزائري تعطلت لأسباب عدة لخصها وزير الخارجية الجزائري بأنها مرهونة بخمسة ملفات: الذاكرة، التنقل، التعاون الاقتصادي، التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر، في الأثناء زيارة مرتقبة أيضا للرئيس الفرنسي إلى المغرب. متى من الممكن أن تتم هذه الزيارة، وفي أي مرحلة ما من وجهة نظرك؟ أنا برأيي لما رح يكون في هناك استعداد من رئيس ماكرون بالاعتراف صراحة ونهائيا فعلا بسلطة المغرب على الصحراء، برأيي ستتم هذه الزيارة قريبا، يعني حتى لأنه نحن كمان في منحة تاني منحك عنه، وهي نقطة الانتخابات البرلمان الأوروبي. الانتخابات البرلمان الأوروبي نحن بنعرف أنه سيصل اليمين، ومن المتوقع واستطلاعات الرأي تؤكد وصول اليمين، ونحن بنعرف اليمين هو أقرب إلى المغرب دائما في المنتديات وفي البرلمان الأوروبي، هو دائما يدافع عن المغرب وهو ضد الجزائر، حتى أنه في الفترة الأخيرة من أخذ هذه القرارات في البرلمان الأوروبي هي الأحزاب اليمينية أخذت هذه القرارات. تم اتخاذ هذا القرار حول حرية الصحافة المغرب في وقت سابق كان أزعج بشكل كبير البرلمان. أنا برأيي التقرب الآن للمغرب هو إرضاء اليمين، حتى إرضاء الناخب الأوروبي، إرضاء الناخب الفرنسي، بأننا يعني الحسابات لا تخلو من البراغماتية سواء كانت اقتصادية أو سياسية. يعني حتى أدوار فيون اللي هو بعمره ما حكى عن موضوع الجزائر، لابد أن نتحرك ونغير القانون الذي يعطي أفضلية للجزائريين. يعني هناك فعلا نظرة عداء أو نظرة عداء في تغير بالسياسة، أو هناك محور تغير بالسياسة ضد الجزائر إلى طرف المغرب استقطاب الناخب اليميني الموجود في فرنسا. أنا برأيي ستجيب برونو لومير وزير الاقتصاد وزيرة الثقافة رشيدة داتي قريبا خلال الأسابيع المقبلة في المغرب، هل تليها زيارة الرئيس الفرنسي تعقب على ما ذهب إليه ضيف أختمه؟ بكل تأكيد باعتقادي بأن القول بأن الناخب في أوروبا والناخب حتى في فرنسا أنه يحدد خياراته بالنظر إلى العلاقة الأوروبا مع المغرب، باعتقادي أن هذا الذهاب بعيدا في التحليل، وهو لا يقارب الواقع مبالغ فيه إلى حد كبير. هنالك الكثير من المعطيات الاقتصادية على سبيل المثال، موضوع الهجرة ومواضيع أخرى الحقيقة كثيرة مطروحة على الناخب عند اختياراته، هذه من جهة. من جهة أخرى
نعم أنت محق تماما أن هنالك رغبة فرنسية تم إبداءها في المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية من أن هنالك رغبة في تطوير العلاقات ما بين الرباط وباريس في مناحي مختلفة اقتصادية وثقافية، ومشروع يستمر لفترة طويلة ثلاثة عقود. وبالتالي باعتقادي أن هنالك محاولة فرنسية لبث الدفء، وكان كما تعلم كان هنالك استقبال لشقيقات الملك المغربي من قبل السيدة الأولى هنا في فرنسا، وبالتالي باعتقادي أن فرنسا ذاهبة بهذا الاتجاه. طبعا هذا حقل مليء بالألغام إذا شئت هنالك إمكانية لأن يكون هنالك الكثير من المشكلات، لكن فرنسا على الأقل هذه نيتها. أختم معك يعني كنت أنا برأيي مثل ما حكى ضيفك الكريم، فعلا استقطاب شقيقات الملك المغربي فترة استقطفوا جنرالات من الجيش الجزائري، فبالتالي فرنسا تلعب على هذه العلاقة الحميمة، لا تلعب بعلاقة دولة كدولة كندية. أنا هذا برأيي، وإضافة أنا انطلاقا من العاطفة ربما أكيد 100% يعني ليست هناك مصلحة دولة أمام دولة، نحن نتكلم عن جنرالات يتعالجون في المشافي الفرنسية، ونتكلم عن شقيقات الملك المغربي يصلون إلى فرنسا، فبالتالي فرنسا تعول هذه العلاقات الشخصية تعول هذه العلاقات الشخصية من وقت إلى آخر لدفع العلاقات السياسية والدبلوماسية، وهذه ليست سياسة يعني هذه ليست دولة ضد البعض يقول أن كل الحلول وكل الوسائل يجب أن تكون متاحة ومبررة لتحسين العلاقات مع بين الدول أيا كانت هذه العلاقات. كل شكر جزيل لكم على هذه الحلقة سيد رامي خليفة العلي البحث في الفلسفة السياسية، شكرا جزيلا لك. كل شكر جزيل لك أيضا أستاذ باسم سالم المحامي، كنتما معنا في فقرة وجهان وجه. أهلا بكم. في باقي أخبارنا الآن أوضاعه